الخوف من الموت، وأيضا هذا الخوف من الموت ربما أنه أيضا نحن لا نعرف كثيرا عن الخير الذي سيأتينا. نتحدث كثيرا عن عذاب القبر، لكن لا نتحدث أو قلما نتحدث عن نعيم القبر. نعيم القبر الذي هو جنة بحد ذاتها. نتحدث كثيرا عن أهوال يوم القيامة، لكن ننسى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوم القيامة يمر على المؤمن بمقدار ركعتين يصليهما، يعني شيء بسيط جدا. حتى أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة ليست للمؤمنين، أهوال يوم القيامة لأناس آخرين ليست للمؤمنين الصالحين المتعبدين لله سبحانه وتعالى.